السنة اللي فاتت كنت وايد أسمع جملة ارفعي استحقاقك، خلي استحقاقك عالي، يعني دائما شوف قولي حق نفسك أنا أستحق أحسن، أنا أستحق أفضل. وأغلبية البنات اللي لو تسألينها ليش تبين ترفعين استحقاقك تقول لك علشان أجذب اللي يستاهلني، يعني أجذب مثلا زوج ميسور الحال، عنده منصب، يصرف علي، يعيشني أحسن عيشة. وقليل جدا من البنات تقول لك أنا برفع استحقاقي علشان أصير إنسانة ناجحة مستقلة بذاتي، أبني لي اسم، أبني لي منصب، يكون لي قيمة بهذه الدنيا. يا كثر ما أسمع فلانة استحقاقها عالي عشان شذي جذبت هذا الزوج الثري، وعندها طاقة ثراء عشان شذي جذبت هذا الشخص اللي مدلعها ومدللها. وصار هذا هدف وايد بنات ترسل لي مسج تقول محمود شلون أقدر أرفع استحقاقي؟ هل معقولة بتقعدين مترددين أنا أستاهل أنا أستحق أنا أستاهل أنا أستحق؟ هذا كله شعارات فاضية وكلام فاضي إذا ما بذلتي الأسباب، إذا ما صنعتي من نفسك إنسانة تستحق. أرفع استحقاقي يعني أتعب على نفسي، يعني أشتغل على شخصيتي، يعني أشتغل على هالإنسان اللي قدامي. أنتي مشروعك، أنتي أهم مشروع تشتغلين عليه، تطورينه، تثقفينه، تبنينه من أول مراحل حياتك، من مراحل الدراسة وصولا إلى الوظيفة، بعدها التدرج بالوظيفة. تصنعين لنفسك هيبة لما تشتغلين على نفسك. استحقاقي عالي مو يعني أن أنا أردد هالشعارات وأقولها حق نفسي وأصير جميلة من برا وأهتم بشكلي وأنطر عريس الغفلة اللي يجيني علشان يستاهلني لأن أنا حلوة واستحقاقي عالي، وقايل حق نفسي وايد أن أنا استحقاقي عالي فرح يجيني وراح أجذب طاقة الثراء. لا، مو كذي الاستحقاق العالي. وبليز بنات بنات، مو كذي الاستحقاق العالي. لا تنطرين أحد يعلمك شلون ترفعين الاستحقاق، هذا تلقائيا راح يصير لما تتعبين على نفسك، لما تدرسين وتتعبين وتشتغلين وتستثمرين بحالك، تطورين مهاراتك، تتعلمي لك شيء جديد، تبلشين مشروع، تحبين نفسك حيل وتستثمرين فيها، انت تلقائيا راح تشوفين نفسك شيء متعوب عليه. انا تعبت على حالي وايد فما ارضى لي اني ارتبط بشخص ما يعرف قيمة التعب هذا، ما يقدر الانسان هذا، ما يقدر الجهد والوقت والتعب اللي انا حطيته في نفسي. لما تتعب على نفسك حيل وتستثمر فيها، انت ما راح ترضى على نفسك تكون مع ناس ما تعرف تقدر قيمتك وتحترمك. وهذا الشيء قيسه على كل علاقاتك في الحياة، شريك الحياة، زوج او زوجة، صديق، زملاء عمل، الناس حوالينك عامة. اللي ما يقدر تعبك اللي انت حطيته في نفسك هذا ما يستاهل يكون موجود في حياتك. ماكو احلى من شعور انك تكون سيد ذاتك، انت اللي تتعب عليها وتطورها وتشتغل عليها وتكبرها، تتعب 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 وتجازيها، تتعب 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 وتكافئها، تشجع روحك، تواسي روحك، تسلي روحك، تكافئ روحك. ولا تنطر احد يعلمك ترى، لا تنطر احد يسوي لك هالسوالف. يعني أنا دائما نتيني هالتعليقات، كثر ما تراكضين تروحين تردين ما تتحبين مجر. إذا أنا ما سعيت ورا شغلي من يسعى لي عليه؟ إذا باكر صارت غلطة ولا مشكلة بيقولون نهى، أنا اللي راح أتحاسب مو أحد ثاني. فقلبي على شغلي، قلبي على اسمي، قلبي على شيء تعبت عليه سنين.